السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. بعد ما عرفنا الداتا، عرفنا الادريس، أوكي، شو هو الأشياء اللي أنا أحتاجها؟ حامل تكست. هذا التكست حيحمل الداتا. أوكي، هذا الداتا أوكي، it's not working هنا. dot no suggestion. اوكي، خلينا نكتب احنا ديكود. في عندنا طريقة تشفير، لو اخذنا الميثود ديكود وسميناها بطريقة الاسكي، اسكي، اوكي، هذا حيشفر الداتا المتنقلة من الـ UDP عن طريق الـ two machines، يعني من الجهاز الأول للجهاز الثاني، حتكون مشفرة decoded. أكيد أنت لازم تعملها decoded، لأن إذا ما كان decoded ممكن واحد يعمل لك listening ويعرف البيانات اللي موجودة وطريقة فك التشفير. فحنعمل print آخر. هذا print الآخر مثلا في هذا الـ print شو اللي أنا أستخدمها؟ مثلاً نكتب بيها الـ client، أوكي، بهالشكل client at. هنا أنا ممكن نستخدم الـ format، أوكي، الـ client ممكن نستخدم، أوكي، شو اللي راح نبعثه من طرف الـ client؟ خلونا نبعث الـ date. مثلا client at، هذا حيكون في داخلها ال IP القادم من الكلاينت مع رقم البورت. date التاريخ حيكون بهذا الشكل. جميل، هنا حنستخدم الفورمات. في الفورمات حضع الارجيومنت. من هو الارجيومنت؟ اول ارجيومنت هي الادريس، ثاني ارجيومنت هي التكست اللي حيكون على شكل ديكود، عفوا نفك التشفير. اوكي، انا هنا يمكن ذكرت تشفير، هو تفك التشفير مو تشفير. ما عملنا تشفير اعتذر طبعا ما عملنا تشفير لانه هو اوتوماتيكيا حيعمل، يعني هو لما يستقبل داتا اوتوماتيكيا حيعمل الديكودينج. بعد ما يعمل ديكودينج يظهر لنا الاشياء اللي موجوده اللي تم ارسالها من طرف الكلاينت. زين، طبعا حشرح ايضا مره اخرى حتى يتوضح لك الفكره. بعد ذلك شو راح اعمل؟ بعد ذلك مفروض من عندي انه يبقى علي انه ارسل للكلاينت. زين، مفروض من عندي انه اني اعرف، مثلا خلينا نقول اذا حبينا نتاكد انه الكلاينت قديش بايت او طول البايت اللي هو قام بارساله لنا. يعني احنا حنرسل تاريخ، يعني مثلا اليوم هو هل قد شهر، هل قد تاريخ، هل قد سنه. فاحنا نريد نعرف ايضا البايت اللي تم ارسالها، طول البايت اللي تم ارسالها. فممكن معرفه طول البايت اللي تم ارسالها طبعا لو عملنا تكست آخر. هذا التكست يساوي مثلا شو أكتب بيها؟ the client، خلينا نقول data، the client data was bytes. اوكي، بهذا القدر من البايتس، لونج، طولها بهذا القدر. بعد ذلك اضغط على الفورمات. في الفورمات احتاج ان اضع بها من؟ اضع فيها الداتا اللي انا استقبلتها. اذا حضع فيها الداتا، لكن هذا الداتا انا احتاج الى طول، اذا احتاج الى فانكشن. هذا الفانكشن اللي هو len. len حيقبل اوبجكت، الاوبجكت منه هو داتا، بالحاله حيعطيني طول الداتا. طول هذا الداتا مفروض من عندي اعمل الداتا
حيساوي لي text dot حعمل له encode لي أيضا أرجعها للأسكي. أوكي أرجعها للأسكي socket dot حبعثها send to حبعثها لمن؟ حبعث أول شيء أبعث الداتا هذا وأبعث معها الأدرس. بهيك حالة حيكون عندي الابليكيشن قد تم. خلونا نعمل run ونشوف النتيجة. أوكي listening to هذا الاي بي وهذا البورت. خلونا نشوف time 5 minutes يسمح لنا. إذن لو اجينا عملنا شوية مراجعة. احنا في البداية شو اللي عملناه؟ عملنا import لي السوكيت. هذا السوكيت قلنا حددنا الفاميلي اللي هو من الانترنت. اوكي السوكيت هو داتاجرام. عملنا بايند للاي بي والبورت. عملنا طبع بسيط لليسننج لهذا الاي بي. لاحظ هو بيعمل ليسننج لمن؟ السوكيت جيت سوكيت نيم، اي بمعنى انه هو عمل بايند صح. هذا اذا يحقق لنا الشرط انه هو عمل بايند، لان انا بعمل له جيت سوكيت نيم. لاحظ طلع لنا نفس النتيجه اللي هي الاعلى. بعد ما احنا عملنا عملية الربط قمنا باخذ الداتا هذا وقلنا انه الداتا حيكون الريسيفينج البايتات اللي انا حددتها هي 1024، ممكن تضاعفهم تعملها اكثر. عملنا التكست لها ديكودينج. طبعنا الاشياء اللي حتجي اللي حتاتي من طرف الكلاينت. عملنا تكست اخر حتى نعرف طول الداتا الموجودة او طول الداتا اللي تم استقبالها من طرف الكلاينت. بعد ذلك ينتقل لي شنو؟ يعمل encoding لهذه الداتا ويعمل socket وsend لي الكلاينت مرة أخرى لطرف الكلاينت. فإذا هذا خلينا نقول رقم واحد إنه السيرفر هنا مرة أخرى حيعمل encode ويبعثها لمن؟ يبعثها للكلاينت. زين يبقى علينا إنه إحنا نعمل برمجة الكلاينت. برمجة الكلاينت هذا حيكون في الدرس القادم. مع السلامة.